جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. موقف السيدة سليمة الرياحي من برامج قناة التونسية. أول حاجة سليم، فما حاجة مش واضحة عند الرأي العام. السيد سليم الرياحي يمثل ماذا لقناة التونسية؟ هل هو صاحب القناة وصاحب الذبذبات؟ السيد سليم الرياحي يمتلك هذه القناة أو مساهم في هذه القناة؟ خلينا نفهم الوضع، لأنه ثم ضبابية هنا الناس مش فهمتها، لأنه في طب بعد فهموا علاش الكلام هذا. تو في دقيقة نعطيك الباسي ساعة. الباسي كونه أنا تعرفت على سامي الفهري قبل ما يدخل السجن، وكان فما برنامج الشراكة. من بعد العملية ما فماش متابعة، صار اللي صار، السيد توقف. من بعد جات، والعملية كيفاش كانت؟ كان فما شركة أجنبية يملكها فرنسي، هي اللي كارية لي فريكونس في الفساتين. السيد هذا حاب يخرج، جيت انا في المرحله الاولى، جيت خديت الشركه اللي كشريتها، شريت الشركه واصبحت انا اللي تمتلك الذبذبات في البدايه. صار اشكال، معناها العلاقه ما كانتش طيبه، والا كان فما سوء فهم، سوء تواصل في الفتره هذيك. وصلنا لي معناها طريق مسدود اللي خلى مع شكون؟ مع سامي، مع الاطراف اللي تمثل الشركه كاكتوس. يعني هي نجموا نعرفهم ولا هي مجموعه؟ مش ما كنتش نتعامل معاهم، انا نتعامل معاهم الاداره نتاعي، مجموعه من المسؤول المدير. ما تفهمناش شكون الصحيح وشكون غلط، انا دخلت في الاخر. طبعا فما مشاكل ماديه، ما اتفقناش، انتهت العمليه. قلنا علاش احنا نقعدوا؟ هو المداخيل اللي تجي من عندهم مش تمشي انت تخلص بها البث. هذا اولا، معناها قبل ما نكون انا، لانه انا ما فماش شخص سامي الفهري مش ممكن نتواصل معه باش نبنيو الشراكه الحقيقيه. بدينا مبدئيا بذيك، هذيك ديجا ما كملتش، على خاطر فما مستحقات ما دفعتش. لقينا رواحنا ندفعوا في قيمه، بما اني عندي شركات البرا خارج غير مقيمة تدفع، ما فماش، ما جاتش فلوس. تم التنبيه مرة اثنين ثلاثة، ما تمتش العملية، ما تقعدش تخسر، سكر. ودخلتوا في قضايا؟ تذكروا طبعا دخلنا في قضايا. بعد خروج السيد سامي الفهري اتفقنا، رجعت التونسية إلى على الفريكونس هو بيدو، وتم الاتفاق على تكوين شركة اللي هي تملك. شنو هي الفريكونس؟ شنو هي القناة؟ هي قناة اسم وفريكونس وستوديو، فهمت؟ احنا اليوم الفريكونس موجودة والاسم موجود، اللي هو ملك شركة نملكها أنا، وفي فما أطراف أخرى فيها. وطبعا الاستوديو وقاعد يتبنى اليوم، بما أنه قاعدين يبثوا في كاكتوس بناء على عملية المصادرة. كانت تجي كاكتوس الاستوديوهات مش تتباع، تو مش نكونوا أول الناس اللي مشي يطالبوا بشرائها. لو كان في نفس الوقت ماناش باش نقعدوا نستناو، قاعدين نبنيو توا في استوديوهات. وانتهت العمليه، معناها انا صاحب القناه، شريك في القناه، مش بالذبذبات كامله. هذا موضوع نسكروه. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.